السلام عليكم، معكم القناة ديال الأجنس العربي للعقار في مدينة الناظور. اليوم جبنا لكم العرض ديال واحد المنزل اللي كيتباع في سلوان، منزل باقي جديد عمر ما تسكن، فينيسيون مزيانة. هذا المنزل هذا جاي في مدينة سلوان، المساحة ديالو 115 متر مربع محفظ. المنزل فيه واحد الحاجة مزيانة، هو كل إيطاج فيه كوزينة ديالو، يعني لتحت كاين كوزينة وبيت وصالون والكراج، الفوق بروميير ايطاج كاين جوج البيوت، حمام صالون وسط الدار والكوزينة، وفي الدوزيام نفس الشيء مع البروميير، كوزينة جوج البيوت صالون حمام وسط الدار. الدار دايز فيها لانستالاسيون ديال التلفازة في البيوت ولا الصالون ولا وسط الدار، في كلش الشراجم ديال الالومنيوم كما كتشوفوا. هذا الكراج، كراج كبير جاي في واحد البلاصة مزيانة بزاف، قريبة على المسجد، على المدرسة، على المتاجر، على أي حاجة، قريبة حتى على الترونسبور، على الطريق ديال الناظور سلوان، الطريق الرئيسي، واحد ثلاثة دقايق على الرجل. عندها الشوارع غودرون، شوارع كبارين واسعين غودرون، الدروج كما كتشوفوا طالعين بالمارمو والباسامانو ديال العود. الصباغه اللي في الدار ديال الياقوت، هنايا الفوق كما كتشوفوا على يدنا اليمين مباشره كاين الكوزينه، شرجم على الباتيو. الحاجه اللي مزيانه في الدار هذه هو لا في البروميان لا في الدوزيام البيوت والصالون شرجم على الفصاد، يعني عندها العرض بزاف في الفصاد، وهذاك الشيء اللي خلى انه البيوت بجوج يكون عندهم شرجم على 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 الفصاد وحتى الصالون، يعني كل شيء عنده شرجم على الفصاد، هكا كتكون الدار حسن مهويه. الكوزينه هي الوحيدة اللي عندها الشرجم على الباتيو. هذا هو كما كتشوفوا معنا البيوت شرجم على الفصاد، البيوت كبارين، الصالون حتى هو كبير، الصالون كبر من البيوت شوية. هذا البيت الثاني وهذا الصالون. طبيعة الحال إذا كنتم مهتمين بهذا العرض هذا، ما عليكم إلا تتصلوا بنا بالرقم اللي كاين في أسفل الشاشة، أو لا تزورونا لاجونس ديالنا اللي كاينة في حي النعناع، إقامة أيمن في الريد شوسي مدينة الناظور. حتى نتوما إلا عندكم شي عقار بغيتو تبيعوه، أو لا بغيتو ديروا شي تقييم للعقار ديالكم، يعني شحال يقدر يجيب لكم في الثمن إلا بغيتو تبيعوه. بطبيعة الحال ماشي كاع الناس عندهم خبرة مثلا في هادشي ديال العقار ولا، ما عليكم الا تتصلوا بنفس الرقم، حنا راه كنديروا التقييم العقار، اللي باغي يدير غير التقييم العقار ديالو، ما بغاش نتكلفوا له بالبيع، بغى يدير التقييم. سينون اللي بغى يبيع العقار ديالو وبغى اللي يتكلف له بالعقار ديالو بكل شيء، يعني بالتليفونات بكل شيء، يعني ما يصدعش راسو، يتصل بينا حنايا على الرقم اللي كاين في اسفل الشاشه. بالنسبه للناس اللي باغيين يديروا زياره لهذا العقار، خص يتصلوا قبل باش نرتبوا شي موعد عاد باش يمكن لنا نمشيو نديروا زياره لهاد العقار. هذا الدار كما قلنا 115 متر مربع محفظة، دوزيام ايطاج، أربعة د البيوت، خمسة د البيوت عفوا، ثلاثة د الكوزينات، ثلاثة د الحمامات، وثلاثة د الصالونات، وجوج ديال وسط الدار. الثمن ديالها 155 مليون سنتيم، قابلة للتفاوض. ما تنساوش تدخلوا عندنا السيت ويب ديالنا اللي هو www.agencesarabi.com، كاين لتحت غتلقاو فيه كاع العروض ديالنا، شقق، منازل، فيلات، قطع ارضيه، محلات تجاريه، كلشي غتلقاوه تماك. كنشكركم بزاف على المشاهده ديالكم الفيديو ديالنا ديال هذا النهار، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله.